هاي جايز، كيفكم كلكم اليوم؟ مثل ما انكم شايفين بهذا الفيديو رجعنا بالزمن لورا، رجعنا لايام حريم السلطان. I'm kidding، نحن هلا بالبريزنت بس عم سوي لكم هذا الهالوين كوستيوم اللي هو عباره عن حريم السلطان. حبيت اعمل لكم شيء انسبايرد منهم لانه كثير شفت صور على الانستغرام هيك بوست عن الميك اب تبعهم والتاج والاوتفيتس وكثير حبيت اعمل شيء هيك شبيه لالهم. سو هيدا السبب اللي انا حاطه هلا فيه الكراون. حبيت اعمل لكم شيء كثير ناعم وناتشرال مثل الميك اب تبعهم لانه بهديك الايام ما كان في كثير ميك اب، وحبيت اعمل لكم شيء كثير مينيمال بس يظهر العيون وشوي كراسي الخطوط وشوي صغيره على اللبس. بليز ستي تيوند وتابعوا هذا الفيديو للاخير. سو رح ابدا اول شيء بهيدا البرايمر للميك اب اللي هو لاروش بوزي، وهو هايدريتنج برايمر. بيعطي هيك بيرطب الوجه بطريقه كثير منيحه وكثير بيثبت الميك اب وبخليه يضل بمحله. بعد ما حطيت هيدا لاروش بوزي برايمر حانتقل للفاونديشن، والفاونديشن اللي حاستعمله هو اللي اسمه الترا اتش دي فاونديشن، وانا بالدرجه 125، وحبيت احطه لهذا الفاونديشن لانه هو كثير رطب وبيعطي جلو كثير حلوه. وذس از واي استعملت هذا الميك اب فور ايفر الترا اتش دي فاونديشن. راح استعمل كونسيلر بس لخبي سواد تحت العيون واعمل شوي هايلايت لكل المناطق بوجهي اللي حاسه فيها شوية غمق، يعني مثل بين الحاجب فوق التم شوي هيك، يعني بس لحتى اعطي هيك هايلايت واعطي مثل نور لوجهي. والكونسيلر اللي حاستعمله هو من ماك واسمه برو لونج وير كونسيلر، وانا بالدرجه ان سي 20، سو راح احطه وادمجه منيح على كل بشرتي. بعدين رح ثبته بالكرايولن ترانسلوسنت اتش دي باودر. حثبت الكونسيلر وحثبت كل المناطق اللي حاسه فيها بشرتي شوي اويلي بس لحتى اعملها شوي مات اكثر وتكون ناشفه وما يكون فيها كثير لمعه كثير قويه. وهيدي الباودر كثير بيرفكت للتصوير، وهيدي الباودر اتش دي مثل الفاونديشن اللي استعملته اولا، فرح يطلعوا اثنيناتهم مع بعض كثير حلوين بالصور، وما حتحسوا انه الصوره ما حتحسوا انه الفاونديشن كثير ابيض بالصوره. سو نكست حانتقل للحواجب. بكل الصور وبكل الفيديوز اللي حضرتهم لحريم السلطان لشوف الميك اب تبعهم كانوا مستعملين اشياء للحواجب كثير تحدقهم وتعملهم شيب كثير كثير شيب بيرفكت، يعني ما كانوا ابدا مثل كانهم ناعمين، لا كانوا كثير بيرفكت الحواجب، واكثر شيء كانوا مركزين عليهم هو الحواجب. سو رح استعمل ديب براو بوميد باي انستازيا بيفرلي هيلز بالشيد ايبوني اللي هي بيرفكت لحواجبي لانه لون حواجبي شوي اسود. سو لما استعمل هيدي الديب براو بوميد هذا اللون ايبوني كثير نفس لون حواجبي. سو نكست حانتقل لميك اب العيون، وحابدا اول شيء بميك اب جيك شادوز. واول اي شادو رح استعمله لحتى احطه عند كل كسره العين هو الاي شادو اللي اسمه بارسلونا بيتش، وححطه ببيج بلندنج براش على كل كسره العين واعمله بلندنج بطريقه كثير هيك كثير مش بس مشان حتى يكون كثير قوي وسموكي وما يكون كثير انه يكون ناعم ما يكون تو ماتش. سو بعد ما استعملت هذا الاي شادو انتقلت لاي شادو شوي دقيق اكثر هو اسمه بيبي فيس، بس لحتى اعمل هايلايت بزاويه العين وتحت الحاجب. استعملت اي شادو ثاني من ماك اللي هو اسمه براون داون، وهذا الاي شادو شوي دافي دافي اكثر من برشلونه بيتش اللي استعملته اولا، فهذا بيعطي شوي دقه لللوك اكثر وبيركز على كسره العين وبيلفت كسره العين اكثر بس لحتى يعطي هيك مثل حركه للعين. وبعد ما خلصت من هذا الاي شادو رجعت للاي شادو اللي اسمه بيبي فيس اللي حطيته بزاويه العين، وعلى اصبعي حطيته شوي على الجفن المتحرك بس لحتى نعطي شويه لون وهايلايت. اخر اي شادو استعملته لهذا اللوك هو انستازيا بيفرلي هيلز اي شادو ان سموك، وحطيته هيدا كله على عند رموشي دغري بس لحتى نعطي هيك مثل ديفينيشن خفيفه للرموش. وبنفس الوقت عم بستعمل ماسكارا اللي هي روكيت فوليوم اكسبرس من ميبيلين، وهيدي الماسكارا كثير بتعطي كثافه ف ذاتس واي عم بستعملها.
بعدين للرموش اللي من تحت استعملت ماسكارا تانية من لوريال اللي هي لاش اركيتكت 4D وهي ووتر بروف ماسكارا، وعم بستعمل على كل رموش من تحت. بس السبب اللي غيرت فيه ماسكارا هو بس لانه ريشة هذه الماسكارا شوي صغيرة اكتر ورفيعة اكتر، فبتساع تماما بالمنطقة تبعت الرموش اللي من تحت. وهيدا كان الفينش للفينش لوك للعيون. هلا حانتقل للتشيكس. والبرونزر اللي استعملته هو من بورجوا تشوكليت سولاي برونزر، واستعملته عند كل كراسي خدودي بس لحتى نعمل شوي صغيرة كونتور شي خفيف، بس لحتى اشقل كراسي خدودي شوي صغيرة. وبعدين بعد ما خلصت الكونتور استعملت بلوش من المورفي بروشز باليت اللي اسمه 9B، واستعملت هيدا البيتشي بلوش بس عند كل كراسي خدودي بس لحتى نعطي شوية لون. مثل كل الصور كانوا كلهم البلوش تبعونهم بيتش، ذات واي عم بستعمل هيدا البلوش. بعدين فرد الليبس استعملت نيكس سوفت مات ليب كريم الميلان، وحطيته شوي صغيرة على اصبعي، وبعدين بطريقة الدق حطيته على كل شفافي بس لحتى اعطي شوية لون للشفاف. وبعدين لزيد شوية لمعة على الشفاف زدت باتر جلوس من نيكس انترمسو، كمان حطيت شوية على اصبعي، وبطريقة الدق حطيته بالسنتر يعني بنص الشفاف بس لحتى اعطي هيك الوجن انه شفاف اكبر ونعطيهم هيك شوية لون وحركة. هلا اخر ستيب من هيدا الميك اب لوك هو هايلايتر، واستعملت شوي صغيرة هايلايتر اللي اسمه سوفت اند جنتل من ماك، وحطيته باصبعي بس على التيب اوف ذا نوز يعني على طرف المنخار وعند كل المنخار بس لحتى نعطي شوية هايلايت وجلو. وذاتس ات فور ذس لوك. That's it for this video. بتمنى يكون عجبكم هيدا الميك اب توتوريال وحبيتوا هيك الباك جراوند وكل هالقصص. كتير حبيت اعمل شيء هيك ديفرنت وهيك جريء وفيه هيك باك جراوند وكل السيت اب تكون مناسبه مع هذا التوتوريال. مثل ما كنتوا شايفين الميك اب كثير ناعم وكثير منمل وكثير هين. ثانك يو اول فور واتشينج. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، وبشوفكم بماي نيكست فيديو. باي باي.